بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد هنعرض فيه أسعار البطاطس. الأسعار طبعا مرتفعة جدا، وهنشوف أعلى إنتاج للفدان. يعني بصراحة أنا أول مرة السنة دي أصور زرع بالطريقة دي، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، تكاليف عالية. فشايفين الانتاج، الزرعة كلها جماعة من النوعية دي، يعني ما شاء الله ربنا يبارك لاصحابها. هنشوف انتاج الفدان يخش في كام طن من الجودة اللي انتوا شايفينها دي، وهنشوف اسعار البطاطس بانواعها. يعني هنشوف الارازونا بكام، وهنشوف البرما بكام، والبوتفور والكارة اللي هي الانواع المشهورة عندنا هنا في المنيا. هنشوف اسعارها من مكان زراعتها، وهنشوف اسعارها في سوق العبور. اهم حاجة يا جماعة، يعني احنا ادينا بنصور في الارض وبنحاول نفيدك، وبنعرض لك الاسعار وبنقول لك معلومات، يعني قدر المستطاع ان احنا عايزين نفيدك. فانت يعني ما تبخلش علينا باللايك، اعمل لايك للفيديو، اكتب لنا تعليق. لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ده اللايك والاشتراك دي يعني حاجة مجانية، وده دعمك للقناة. هنتكلم النهاردة مع عم محمود، النهارده هيقول لنا على كل حاجه ان شاء الله، على الزرع، انتاج الفدان وتكاليفه واسعاره، وهيقول لنا الاسعار بالتفصيل. السلام عليكم يا حاج محمود. الزرعه دي مساحتها قد ايه يا حاج محمود؟ دي فدان و10. فدان و10 جرارات، ها؟ اللي انتم شايفينها قدامكم دي يا جماعه، يعني اخرها الجراو اللي هناك ده، ودي اخرها الارض المحروطه اللي هناك دي. والورا هنا يا جماعة يعني حوض 2 3 4 5 6 حضان لورا، يعني هي فدان وعشر جرارات. نوع حي البطاطس ازاي يا حاج محمود؟ بيرما. بيرما. عايزين نعرف عدد الأسعار يا حاج محمود، ماشي؟ يعني عايزين نعرف الأسعار لكل نوع من. كلمني عن النوع اللي أنت عاوزه، أنا أقول لك على الأسعار. يعني يعني اسعار البطاطس طبعا بتختلف حسب النوع، وحسب الجوده بتاعه الزرع. طب يعني دي نوعها بيرما صح؟ ما شاء الله، ربنا يبارك يا حاج محمود. انا شايف يعني انتاج كتير ما شاء الله، ولسه يعني ده اللي طالع مع العرش بس صح؟ ده لسه الارض فيها. يعني ده اللي طالع مع العرش فقط، يعني ده يعتبر اللي ظاهر على وش الارض، ده يعتبر يعني يعتبر الربع، يعتبر كل ربع تحت عرش صح؟ تمام. يعني العرش لو تحتيها 10 حبيات هتلاقي ممكن 3 4 اللي طالعين والباقي في الارض، صح كده؟ تمام تمام يا حاج محمود. قول لنا عدد اسعار البرمه كام يا حاج محمود النهارده؟ النهارده من 4.5 ل 48، يعني من 4500 جنيه للطن لحد 4800 جنيه للطن حسب الجودة. تمام. يعني اللي زي دي جودتها عالية يا حاج محمود، وحاجة حلوة حبيتها نظيفة، مفيهاش جدر كتير ولا الكلام ده كله. لا كويس. هتخش في 4700 4800. وممكن توصل ل 5000. وممكن تصل ل 5000. تمام. تمام. طيب يعني هي بتطلع من هنا يا حاج محمود ب 4000 من الارض، من هنا ب 4500 ل 4800. تمام. طبعا هتوصل سوق العبور هتتباع ب 5000، 5 5 5 100، 5 ل 100 حسب ايه؟ حسب ما السوق. حسب الجوده بتاعتها طبعا، وحسب السوق. تمام. طيب الارازونا يا حاج محمود النهارده عندها 5000. الارازونا 5000، يعني من 5، يعني اخرها 5 ولا 5 ولا في اعلى من الخمسة؟ 5 و200، 5 و300. يعني من 5 ل 5200 للطن، 5000 ل 5200 للطن من مكان زراعة. طبعا هيتباع في سوق العبور يا حاج محمود 5500 صح؟ يعني يعتبر الكيلو ب 5.5 جنيه في سوق العبور في الارازونا. وفي البرما هيتباع من 4.5 جنيه لحد 4.80 جنيه. تمام. الكارة يا حاج محمود تعمل لها كام؟ الكارة تعمل 5.5. الكارة 5.5. طيب الأنواع للتحمير يا حاج محمود، طبعا البرما والبوتفور دول للطبخ صح؟ طبعا. عندنا الأرازونا، وعندنا الكارة والاسبونتا. بس الاسبونتا ده يا حاج محمود أسعار الاسبونتا يعني في سوق العبور بتصل لحد 8 جنيه و8.5 و9 جنيه.
طبعا بيبقى جاي زرع المنصوره وبيبقى تحمير وحاجه فاخره جدا. طيب البطفر يا حاج محمود عامله كام؟ البطفر عاملة 4200 4300 يعني من 400 4300. طبعا هي طبعا بيبقى فيها مشرخ كتير من زياده الكلفه والكلام ده كله، فبتبقى جودتها ضعيفه شويه. طيب انتاج الفدان يا حاج محمود في من المحصول ده يعني اللي جودته عاليه ده وتكاليفه عاليه ده والله يعني في كميه الغله يعني يعني انتاج يعني مثلا هي الفدان يعني الفدان يدي كام طن يدي للمزارع؟ 14 طن ل 15 طن اللي جودته عاليه دي. اللي جودته عاليه زي كده. بس انا يعني كنا بنصور في زراعه جودتها اقل من كده، فكان اصحاب الارض بيقولوا ان هي بتدي من 6 طن لحد 10 طن. تمام. فاحد متابعينا طبعا قال ان في من 15 ل 20 اللي بيقعد بقى في الارض، فطبعا مش كله. اديكم شايفين يا جماعه الزرعه، يعني الزرعه دي كلها ما شاء الله من الجوده اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. انت لو عايز فدي هتعدي ال 15 طن كده، قوم ناخد جوله مع بعض. فدي هتعدي ال 15 طن في الانتاج ان شاء الله للفدان. شايفين ده دول اللي على الوش يا جماعه، ده لسه طبعا العمال هتشتغل بكره وهيطلعوا اللي في الارض طبعا، فهيظهر ان شاء الله. هنعمل بس ان شاء الله مباشر بكره للزرعه دي لان محصولها ما شاء الله كويس. اديكم شايفين يا جماعه اللي في الارض ما شاء الله، يعني جوده يعني حاجه حلوه جدا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لاصحابها. يتكلف كام فدان؟ كام يا حاج محمود الفدان فلوس؟ يتكلف والله من 15 ل 20 الف لو ارض ملك. لو ارض ملك بس بيتكلف 25 ألف. بس حسب برضه اللي بيكلف يا حاج محمود، حسب التكاليف برضه. ما تكلفليش وتقول لها تجيب يعني ده. بسم الله ما شاء الله، شايفين في واحده هنا بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه جدا. شايفين يا جماعه، شايفين البطاطسايه عامله زي الكرنب. في كرنب قد ايه؟ ايوه في ده ال كرنب السلطه يا حاج محمود، بتبقى قد دي كده. ان شاء الله بكره هنعمل بس مباشر هنا وهنشوف طبعا الانتاج. يعني شايفين ده كله لسه موجود في الارض، لسه ما اتعملش. ورينا كده حاجة مش برجلك يا حاج محمود، عشان ده نعمة بتاعة ربنا وخير وبركة. ما كله قاعد تحت لسه، يعني ده يعتبر الربع اللي طالع ده. ده اللي طالع في العرشة. شايفين يا جماعة يعني شايفين البطاطس كلها لسه موجودة في الأرض تحت اهي. كده عرفنا الاسعار وعرفنا انتاج الفدان وتكاليف الفدان يا جماعه. ان شاء الله بكره هنعمل بث مباشر الصبح باذن الله، فنشوف ممكن الاسعار تتغير برضه. شايفين البطاطس يا جماعه ما شاء الله، يعني حاجه حلوه ما شاء الله. كويسه. شايفين البطاطس يا جماعه، حاجه ما شاء الله يعني.